السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني أخواتي، معكم نسيم. معذرة إخواني، في هذا الفيديو أريد أن أقدم لكم الغذاء الرئيسي والأساسي المهم لصحة الحصون ويساعده على إنتاج إن شاء الله. هذه هي نبتة الشوك الرئيسية التي يتغذى منها الحصون، خصوصا في فصل الشتاء والخريف، لأنها تعيش طويلا لمدة طويلة، ليس كباقي النباتات. كما ترون في هذا الفيديو، الحسون يتغذى منها بشراهة. لا تبخل أخي حساسينك على إعطائها هذه النبتة، لأنها مفيدة جدا وستساعدك وستنتج إن شاء الله بفضل هذا الغذاء، يعني أن تقدمها بشكل يومي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى لكم أنكم استفدتم من هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله، والسلام عليكم.